الحمد لله، الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام دينا وبالإيمان يقينا وبالقرآن كتابا منيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو سبحانه وتعالى حي لا يموت. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه، أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة لهذا الوجود، فبلغ صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة رسالة ربه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبابي الكرام، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى وباللجوء إليه وبالتوكل عليه سبحانه وتعالى. موضوعنا لهذه الجمعة المباركة من بين الموضوعات المتعلقة بأخلاقيات هذا الدين الحنيف، بأخلاقيات ديننا الحنيف الحسية والمعنوية. وفي هذه المرة اخترنا إن شاء الله خلق النصيحة، كيفاش الإنسان هذا الدين جاءنا بالنصيحة. النصيحة أيها الأحباب الكرام التي هي باب مهم يحتاجه كل مسلم ليستعين به على متطلبات الحياة. والنصيحة أيها الأحباب الكرام هي القول الخالص من الغرض الذي يبتغى مصلحة من تقال له، دون النظر لأجر، دون النظر لأجر أو مقابل، فهي إذن مطلوبة من كل مسلم. فقد روى بعض الصحابة أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. كانوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأقوال، بهذه الأقوال والأفعال، يبايعونه على هذه النصيحة، على إقام الصلاة، تبايعوه بأنهم غادي يلتزموا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المشهور للرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين كله مبني على النصيحة، الدين النصيحة. قالوا الصحابة، قالوا له، قالوا لمن يا رسول الله؟ هذا سؤال حطوه الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء هذا المعنى في كتاب الله تعالى، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. الآية. والنصيحة أيها الأحباب الكرام من خلق الأنبياء، وما منهم أحد إلا وأخلص النصح لقومه كما حكى القرآن عنهم. فها هو نوح عليه السلام، فها هو نوح عليه السلام كما يحكي القرآن عنه، قال نوح لقومه: قال يا قومي
ليس بي ضلالة ولكن رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وها هو هود عليه السلام يقول لقومه في الآية الكريمة: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وها هو صالح عليه السلام، هذو الأنبياء اللي كانوا تينصحوا الأقوام تاعهم النصح أيها الأحباب الكرام. وها هو صالح عليه السلام يقول لقومه فتولى عنهم وقال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. صدق الله العظيم. وكذلك شعيب عليه السلام يقول فتولى عنهم، آيات قرآنية كل شيء على لسان الأنبياء اللي تنصحوا الأقوام تاعهم. يقول شعيب عليه السلام فتولى عنهم وقال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. والتناصح أيها الأحباب الكرام، هذه النصائح تناصح من أخلاق المؤمنين التي تنجيهم يوم القيامة، إذ يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. والنصيحة مطلوبة من كل الناس، النصيحة راه أي واحد مطلوب بها، مطلوبة من كل الناس ولكل الناس. أي واحد عندك حق باش تنصحو لله سبحانه وتعالى، مطلوبة من كل الناس ولكل الناس. في العلماء ينصحون العامة، والأب ينصح ابنه، والأخ ينصح أخاه، والصديق ينصح صديقه، وبالتناصح يسعد الجميع. تنكونوا تناصحوا بيناتنا، انت تنصحني وانا ننصحك، دائما حنا غادي سعداء في هذه الحياة أيها الأحباب الكرام. وتكون النصيحة في أمور الدين، أول نصيحة اللي تنصح بها الأخ تاعك في أمور دينه، في أمور الدين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشيكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. إذا ما كانتش النصيحة أيها الأحباب الكرام بيناتنا، راه لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا حديث نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. والقرآن أيها الأحباب الكرام، القرآن مليء بالأمثلة في النصح في الدين، منها قول الله سبحانه وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وفي آية أخرى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكون كاذبا فعليه كذبه وإن يكون صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. صدق الله العظيم. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. سورة غافر. والنصح في أمور الدنيا مطلوب أيضا، في أمور الدنيا مطلوب أيضا. فها هي ابنة شعيب عليه السلام تنصح أباها قائلة كما حكى القرآن عنها، قالت إحداهما: يا أبت استأجره
إن خير من استأجرت القوي الأمين، سورة القصص. وكذلك الذي نصح موسى عليه السلام، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. صدق الله العظيم. والخيانة أيها الأحباب الكرام، والخيانة في النصيحة أو الغش فيها من قبيل شهادة الزور وكتمانها عمن يحتاج إليها من قبيل كتمان الشهادة. وربنا تبارك وتعالى يقول في الآية: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. سورة البقرة. نفعني الله وإياكم بكتابه الكريم، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك الله. السلام عليكم فراتيلي. Oggi lo stroppino ha parlato di un argomento molto importante, di prendere sempre il consiglio, consiglio con comportamento di tutti i profeti. Sempre qual che sia il fatto che vogliamo fare, dobbiamo prendere consiglio. Il consiglio sempre si prende dal Corano o dalla Sunna. Jazakum Allahu khair. الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لا شك أن النصيحة يجب أن تكون بالحكمة والأدب اللائق بمن تنصحه، وأن تكون في السر. النصيحة دائما خصها تكون في السر، ماشي في العلن، لأن النصيحة في العلن فضيحة. وأن تكون في السر، فالنصيحة في العلن فضيحة. وأن تكون خالصة لوجه الله، وأن لا يراد بها إظهار خطأ الغير أو رجاحة عقل الناصح وحسن تدبيره. ومن الأمثلة أيها الأحباب الكرام التي يجب الاقتداء بها والاعتبار بها نصيحة إبراهيم عليه السلام لأبيه، وقد كان علماء السلف، نصيحة إبراهيم لأبيه ولقمان لابنه، وقد كان علماء السلف يطلبون مقابلة الأمراء والحكام ليقدموا لهم النصح في الله سرا، ولا يؤلبوا الرعية عليهم أو يكشفوا عوراتهم أو يثيروا الفتن، كما كان الأمراء يحيطون أنفسهم بالعلماء في كل مجال، يستنصحونهم ويطلبون دائما مشورتهم. ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حين كان يخرج على أصحابه ويقول: أشيروا علي. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي. وذلك في أمور الدنيا أو الحرب. وقد قبل صلى الله عليه وسلم مشورة سلمان الفارسي في حفر الخندق في غزوة الأحزاب، كما قبل صلى الله عليه وسلم مشورة غيره في غزوة بدر. وغير صلى الله عليه وسلم مكان نزول جيشه. ويحكي لنا القرآن عن ملكة سبا، وكيف أنها استشارت أهل الرأي من قومها. يقول الله تعالى في حقها: قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، سورة النمل. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحيط نفسه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
يستنصحهم في أمور الدولة وينزل على رأيهم، حتى قيل في شأنه رضي الله عنه إنه كان وقافا عند الحق رضي الله تعالى عنه. وينبغي أيها الأحباب الكرام، خلاصة القول، ينبغي للمسلم أن يقبل نصيحة أخيه المسلم ولا تأخذه العزة بالإثم، كالذي حكى عنه القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، سورة البقرة. والامتناع عن قبول النصح، كاين دابا اللي تتبغي تنصحو ما يبغيكش تمتنع عن النصح، هذا لا يليق بأي واحد. إلا جاب لك الله واحد الصديق اللي بغى ينصحك لله تعالى، قبل النصيحة نتاعو. والامتناع عن النصح أو الامتناع عن قبول النصح إثم، وكذلك الامتناع عن بذل النصح إثم كذلك. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خاب من استشار وما ندم من استخار. فاللهم اجعلنا وإياكم من الناصحين لديننا ودنيانا، إنه على ما يشاء قدير. اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من له الحق علينا، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الخطأ معصوما، ولا تجعل منا ولا معنا ولا حاضرنا ولا غائبنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسجونا إلا أطلقت سراحه، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا ضعيفا إلا قويته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح، يسرها لنا بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم اكشف عنا هذا السوء، اللهم اكشف عنا ما نحن فيه، اللهم اكشف عنا هذا السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، وكلنا برعايتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عجز الأطباء عن دوائنا فأنت طبيبنا يا ربي، يا ربي أنت الطبيب، يا ربي أنت الطبيب، فداونا فشافنا بشفائك، إنك على كل شيء قدير. برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم اجعل آخر الكلام من الدنيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، بها نموت وبها نحيا وبها نلقاك في عرصة الجنة في جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. قوموا إلى صلاتكم، يرحمنا ويرحمكم الله، فأقم الصلاة.